السلام عليكم. اليوم نأخذ المحاضرة الأولى من الفيزياء الطبية بعنوان Forces in and on the human body، تأثير القوة على جسم الإنسان، سواء كانت هاي القوة داخلية أو خارجية. شو راح يكون تأثيرها على جسم الإنسان؟ تمام. Objective، الأشياء اللي المفروض إحنا نحققها من نهاية هاي المحاضرة. أولا عندنا fundamental origin of forces، يعني لازم نعرف شنو هي المناشئ أو المصادر الأساسية للقوة، يعني شنو أنواع القوة اللي موجودة عندنا. كذلك لازم نعرف diffraction of forces اللي هي قوة الاحتكاك. لازم نعرف type of problems involving forces on body، يعني شنو المشاكل أو التأثيرات اللي راح تسببها القوة على جسم الإنسان. وكذلك الـ effect of the acceleration، شو راح يأثر التعجيل على جسم الإنسان. وبالنهاية important disease، حطنا بعض الأمراض المهمة. introduction، المقدمة. يقول لنا بالمقدمة إنه the basic law of physics involve such physical quantities as force, velocity, volume and acceleration all of which can be described in terms of more fundamental quantities. يعني شنو؟ يقول إنه عندنا بالفيزياء مجموعة من القوانين أو القوانين البسيطة، اللي هي هاي القوانين جت يمين عن طريق such physical quantities، يعني إنه عندنا مجموعة من الكميات الفيزيائية. هاي الكميات الفيزيائية من جمعناها سويا تعطينا ثلاث قوانين معينة فينا بالفيزياء، اللي هي مثلا عندنا الفورس اللي هي القوة، كذلك عندنا الفيلوسيتي السرعة، عندنا الفوليوم اللي هو الحجم، والاكسلريشن اللي هي شنو اللي هو التعجيل. of all of which can be described in terms of more fundamental quantities، يعني نقول انه هاي كلها احنا القوة والسرعة والحجم كلها احنا راح نوصفها بأنه هي كميات أساسية، وهاي الكميات الأساسية مهمة، من خلالها راح تتكون القوانين الفيزياء. تمام. In mechanics the three most fundamental quantity، من ناحية الميكانيك عندنا ثلاث كميات أساسية، اللي هي شنو هي؟ اللي هي length اللي هو الطول، الماس اللي هي الكتلة، والتايم اللي هو الوقت. يعني عندنا كميات أساسية ثلاثة، الطول والكتلة والوقت أو الزمن. all other physical quantities can be constructed from these three، يعني يقول إنه كل الكميات الفيزيائية المتبقية ممكن إنه هي تكون constructed، إنه نشتقها من هاي الثلاثة. يعني كملخص لهاي المقدمة شنو؟ إنه إحنا عندنا كميات فيزيائية، هاي الكميات الفيزيائية من خلالها راح تتكون المعادلات الفيزيائية، وهاي الكميات هي مثل كمية ممكن اللي هي السرعة والقوة الحجم، كذلك عندنا الطول والكتلة والزمن. هاي كلها أو من خلالها راح تنجمع سوية معادلات فيزيائية بسيطة نستخدمها بالفيزياء لأغراض معينة. تمام. motion in one dimension، motion هي الحركة، one dimension باتجاه واحد. life is motion، life إنه كونك إنسان حي، يعني إنه أنت في حركة دائمة. our muscles coordinate motion microscopically to enable us to walk and jog، يعني انه الانسان او انه هو انه انت كونك حي انت بحركة دائمة. هاي الحركة يساهم بيها اجزاء مختلفة، مثلا اول شيء العضلات تحاول انه كوردينيت انه هي تنظم او تخلي الحركة تكون متناسقة مايكروسكوبيكالي، يعني بطريقة ما نشوفها احنا، لكن يعني ما حتكون هاي الطريقة واضحة ان من خلالها العضلات راح تنظم تساعدني انه اني تخليني عندي قدرة انه اتحرك
أمشي أركض وغيرها. كذلك مو بس العضلات, our hearts pump tirelessly. يعني شنو؟ يعني إنه القلب كذلك يضخ الدم بشكل مستمر. pump معناه إنه يضخ لنا الدم بشكل مستمر بدون توقف, يعني في حالة حركة. شنو؟ حركة مستمرة. الدم في حالة حركة مستمرة. تمام. moving blood through our body يعني إنه هو القلب يضخ لنا الدم, فالدم راح يتحرك خلال جسمنا. إذن أيضا في حالة شنو؟ في حالة حركة. cell wall mechanism move select atoms and molecule in and out of cell. جدار الخلية كذلك بميكانيكية معينة أو بطريقة معينة راح يخلي الذرات والجزيئات تتحرك داخل وخارج الخلية. إذن هي أيضا شنو؟ هي أيضا في حالة حركة مستمرة. تمام. هاي الحركة the force is one dimension, تكون شنو؟ تكون باتجاه واحد. يعني motion along a straight line يعني راح تكون بشنو؟ على بخط مستقيم. This kind of motion involves the concept of displacement. هذا النوع من الحركة اللي هي تكون باتجاه واحد راح تشمل لنا مفاهيم. هاي المفاهيم اللي هي معناها displacement اللي هي الإزاحة, الفيلوسيتي اللي هي السرعة, والأكسلريشن اللي هو التعجيل. تمام. فملخص هذا السلايد شنو؟ إنه أكو حركة مستمرة قاعد تصير سواء من ناحية العضلات تتحرك بطريقة معينة بحيث تخلينا ممكن نمشي ممكن نركض وغيرها. كذلك عندنا على مستوى القلب إنه شلون يضخ لنا الدم, والدم راح يتحرك بحركة مستمرة خلال الجسم. وكذلك جدار الخلايا اللي هي من خلالها راح تعبر الذرات والجزيئات داخل وخارج الخلية بشكل مستمر. وهاي الحركة كلها شو تكون؟ تكون باتجاه واحد. What is force? The force is a push or pull that change or tend to change the state of motion of a body. يعني إنه القوة معناها إنه راح يصير سحب أو دفع. هذا السحب أو الدفع راح يسوي change, راح يسوي تغيير بال state of motion of body يعني بحالة حركة الجسم. يعني كأن يكون جسم بحالة حركية معينة. هاي الحالة الحركية المعينة من تجيها قوة, هاي القوة شو راح تسوي؟ راح تحدث بيها تغيير. من تسلط عليها قوة راح يسلط, اذا من راح تسلط عليها قوة راح يصير تغيير بالحالة الحركية للجسم. يعني it could cause body, هاي القوة شو ممكن انه تسوي؟ انه تخلي البدي الجسم to move from rest, كأن يكون الجسم بحالة سكون ساكن. فتجي هاي الحركة تخليه يتحرك من الريست, يعني تحوله من حالة السكون إلى حالة حركة. أو بعد ممكن شو تسوي هاي القوة؟ change direction, إنه هي راح تغير الاتجاه, راح تغير اتجاه الحركة. يعني كأن يكون الحالة الحركية للجسم, الجسم ده يتحرك باتجاه معين, فتجي هاي القوة باتجاه المعاكس تؤدي إلى إن من اتجاه المعاكس تخليه يغير حركته أو حركة اتجاهها. أو إنه تسوي أكسلريت, تسوي تعجيل, إنه هو ده يتحرك بسرعة معينة هي تجي تزود السرعة اللي يتحرك بيها. أو ديسلريت إنه هي تبطئ هذا الجسم, أو تبطئ يعني تقلل سرعته تخليه يتحرك بسرعة أبطأ من السرعة اللي كان يتحرك بيها. أو change the shape, إنه واحد غير الشكل. هاي القوة غيرت لنا الشكل بمقدارها, قوتها غيرت لنا شنو؟ غيرت لنا الشكل, شكل الجسم. تمام. يقول انه the size and direction of force will affect the motion, هي القوة بالضبط شنو من عدها يأثر على الحركة, يأثر على الموشن. حجمها واتجاهها direction, حجم والاتجاه اللي هو size والdirection. يعني انه اكو عاملين مهمات بالقوة يأثرون على الحركة, إني هو الحجم والاتجاه. الحجم أقصد به يعني إنه كمية هاي القوة, كلما تكون
كمية هاي القوة كبيرة كلما يكون تأثيرها الحركة يكون أكبر، كلما قليلة لا كلما مقدارها قليل راح يكون تأثيرها على الجسم أقل أو على الحركة أقل. الدايركشن اتجاهها، هل هي اجت باتجاه الجسم أم إنه هي اجت باتجاه معاكس لاتجاه حركة الجسم، اتجاهها مع اتجاه الحركة لو معاكس لاتجاه الحركة. فالقوة بحاملين المهمات يأثرون على الحركة اللي هما شنو، اللي هما الحجم والاتجاه. تمام، motion involved هي شنو الحركة؟ الحركة إنه ده يصير displacement of an object. displacement معناه تحريك أو ترحيل شيء object from one place من مكان in space and time to another. يعني إنه هذا عندنا شيء معين object موجود بمكان يشغل space، يعني مكان يشغل فد موجود بمكان وزمان معين. جتي هذا القوة اش سوت له؟ او انه الموشن الحركة انه هو تحرك من مكان الى مكان اخر، سوينا له تحريك، حركة حركته من هذا المكان الى هذا المكان. يعني انه الحركة هي شنو الموشن؟ الموشن معنى انه تحريك object شيء من مكان الى شنو، الى مكان اخر. بما انه هاي التحريك اللي هي displacement عدها motion، عدها يعني انه هاي displacement التحريك عنده magnitude اللي هو size، عنده حجم وعنده direction يعني انه عنده حجم وعنده اتجاه، فبالتالي راح يعتبر شنو، راح يعتبر vector quantity يعني كمية اتجاهية. بما انه هو عنده size وعنده اكو سايز واكو دايركشن اكو اتجاه، ما دام اكو اتجاه فراح تعتبر شنو، راح تعتبر فيكتور كوانتيتي اللي هي معناها كميه متجهه، كميه متجهه تشبه الفيلوسيتي والاكسلريشن. تمام، يعني انه القوه اثرت لنا على الحركه على الموشن اوف ذا بودي، كانه تكون مره زودت الحركه مرة قللتها، مرة غيرت اتجاهها، مرة أدت إلى تغيير شكل الأوبجكت اللي هي سلطت عليها هاي القوة. وبما أنه هي عدها تعتمد على عاملين مهم، القوة تعتمد على أشياء اثنين مهمة اللي هما السايز والدايركشن اللي هو الاتجاه والحجم، لأنه هذول العاملين هما اللي راح يأثرون بالضبط على الحركة. تمام، الفيزيست ريكوجنايز فور فوندامنتال فورس. الفيزيائيين قالوا لنا انه اكو اربع انواع من القوى الاساسيه، in order of their relative strength from weakest to strongest. يعني يقول لنا انه اكو اربع انواع من القوى الاساسية، هاي القوى ترتبت in order ترتيب ما تصار من relative strength from رتبناها حسب القوة من ال weakest الى strongest، يعني من اضعف قوة الى اقوى قوة. يعني شلون راح يكون اتجاه الترتيب مالتها هيج، من ال weakest اللي هي اضعف شيء الى strongest اللي هي الأقوى. شنو هاي القوة عندنا اللي هي gravitational force، قوة الجاذبية اللي تعتبر أضعف وحدة. بعدها يجي منو electrical force اللي هي القوة الكهربائية، وبعدها weak nuclear force والstrong nuclear force اللي هي القوة النووية ضعيفة والقوية. أضعف وحدة عندنا منو هي اللي هي gravitational، بعدها يجي شوية ضعف أقل اللي هي electrical، بعدها الويك نيوكليار، لحد ما نوصل لأقوى شيء عندنا اللي هي منو هي، اللي هي سترونج نيوكليار فورس، القوة النووية القوية. تمام، هاي هي أنواع القوة وترتيبها من أضعف شيء إلى أقوى شيء. تمام، الجرافيتي الجاذبية is the force that attract a body toward the center of the earth or toward any other physical body having mass.
شنو هي الجاذبية؟ الجاذبية هي اللي تخلي الأجسام متجهة نحو مركز الأرض، يعني هي قوة تجذب أي جسم تخليه متجه نحو مركز الأرض. مثلا واحد من يقفز من مكان عالي، قوة الجاذبية اللي راح تجذبه نحو الأسفل تخليه يسقط على الأرض. سقط على الأرض بسبب وجود قوة الجذب اللي هي جذبة الجسم نحو الأرض، هاي هي الجاذبية. في حين أنه الفراكشن اللي هو الاحتكاك هي طاقة energy generated when two surfaces or object have physical interaction with each other. الاحتكاك هي طاقة ناتجة عندما سطحين أو two object اللي هي شيئين يصير بيناتهم تفاعل physical interaction، تفاعل فيزيائي with each other. يعني عندنا هذا object وهذا object، يصير بيناتهم physical interaction. إيش راح يصير؟ راح تتولد طاقة، هاي الطاقة نسميها طاقة الاحتكاك. زين، الاحتكاك ويا الجاذبية اثنيناتهم شو يسوون؟ they both change the motion of object، راح يأثرون على حركة الأشياء. الجاذبية والاحتكاك اثنيناتهم راح يأثرون على شنو؟ على حركة الأشياء، motion of object. تمام. نيوتن's three laws laws of motion، law of motion يعني قوانين نيوتن الثلاثة للحركة. لنيوتن three laws of motion may be stated as follow، يعني راح يكون بالصورة الآتية: every object in a state of uniform motion will remain in that state of motion unless an external force act on it. يعني شنو؟ يقول انه اي object راح يكون في حالة uniform motion، في حالة حركة معينة، راح يبقى will remain in that state of motion، راح يبقى بتلك الحركة unless ما لم external force قوة خارجية act on it تشتغل عليه. يعني إذا عدنا فد شيء دا يتحرك object، يعني هذا الشيء object، هذا object دا يتحرك حركة معينة، راح يبقى هاي الحركة مالته ما لم تجي قوة خارجية تأثر عليه تغير هاي الحركة. قوة خارجية تأثر عليه تخليه تغير، تؤدي إلى أن تتغير الحركة مالته. فإذا إنه كل جسم أو كل أوبجكت كل شيء راح يتحرك بحركة معينة، راح يبقى يتحرك بهاي الحركة ما لم تجي قوة خارجية وتأثر عليه. تمام. بعدين يقول لنا إنه force القوة، القوة شو تساوي؟ equal mass الكتلة times مضروبة بها من التعجيل acceleration. إذا قانون القوة هو شنو؟ القوة تساوي الكتلة في التعجيل اللي هو منو؟ acceleration. تمام. For every action لكل فعل there is an equal and opposite reaction. يعني كل فعل يصير أكو إلى opposite reaction، لكل فعل ردة فعل راح تكون مساوية بالمقدار ومعاكسة بالاتجاه. يعني كل فعل راح يكون عنده equal and opposite reaction، مساوي إلى راح يكون إلى فد يعني ردة فعل، هاي ردة فعل تكون equal بيمن مساوية بالمقدار opposite بيمن بالاتجاه. إذن هنا ذني لنيوتن ثري لو اللي هو يقول أول شيء قوانين نيوتن شو تقول؟ تقول إنه كل جسم يتحرك بحركة معينة راح يبقى بهاي الحركة ما لم تأتي قوة خارجية وتغيرها، وأن القوة تساوينا الكتلة في التعجيل، وأنه لكل فعل ردة فعل مساوية بالمقدار ومعاكسة بالاتجاه. تمام. ساعدنا الفراكشنال فورسز اللي هي قوة الاحتكاك. When person walking a force is transmitted from the foot to the ground، شخص دا يمشي فالقوة راح تنتقل، راح يصير انتقال بالقوة من الفوت من القدم المل للأرض.
The fraction and energy lose resulting from fraction appear everywhere. يقول إنه الاحتكاك وفقدان الطاقة هي ناتجة من إنه الاحتكاك يظهر appear everywhere كل مكان in our everyday. يعني إنه الاحتكاك موجود بكل تفاصيل حياتنا. تمام. أكو some disease of body such as arthritis يكون بيها increase the fraction in bone joint. يعني شنو؟ إنه إحنا بجسمنا أكو بعض الأمراض مثل الأرثرايتس. الأرثرايتس اللي هو شنو معناها؟ التهاب المفاصل. هذا التهاب المفاصل يصير بيه زيادة بالاحتكاك بالعظام. إحنا نعرف إنه عندنا نعتبر إنه هذا عندنا عظم وهذا هم عظم. هذول العظمين بيناتهم راح يكونون مفصل اللي هو الجوينت، وبيناتهم راح يكون شنو؟ راح تكون اكو سائل اللي هو السينوفيال فلويد اللي هو السائل الزلالي موجود بيناتهم. هذا السائل يقلل الاحتكاك اللي يصير بين العظمين اثناء الحركه. احنا كل عظمين من الجسم يكونون مفصل، من يلتقون سويا راح يكونون مفصل اللي هو الجوينت. فحتى هذول العظمين يصير بهم احتكاك نوجد السائل الزلالي اللي هو الساينوفيال فلويد. هذا الساينوفيال فلويد حتى يقلل الاحتكاك ويرطب لنا المنطقة، يصير لبريكيتينج ترطيب ويقلل الاحتكاك. ففي حالة الأرثرايتس التهاب المفاصل اللي راح يصير شنو؟ اللي راح يصير انه هذا السائل راح يقل. فمن يقل السائل اللي هو مسؤول عن الترطيب وتقليل الاحتكاك راح يؤدي الى شنو؟ الى زيادة الاحتكاك. هنا الاحتكاك بين العظمين راح شبيه راح يزداد. تمام. Force of fraction قوة الاحتكاك is described by الهم اللي هي maximum force of fraction قوة الاحتكاك تساوي micro في n. الان where the N is the normal force. الN هي القوة الطبيعية. والمايكرو هو coefficient of fraction اللي هو معامل الاحتكاك. يعني قوة الاحتكاك إلها معادلة. قانون هاي المعادلة شو يقول؟ يقول مايكرو في الN. الN هي normal force اللي هي القوة، والمايكرو اللي هو مثل coefficient of fraction، مجرد معادلة تنحفظ. تمام. We can resolve this force. يعني ممكن أن نحلل قوة الاحتكاك إلى horizontal and vertical component، مكونين يعني اللي هو مكون العمودي والأفقي. فيقول لنا أنه horizontal force اللي هي تساوي 0.5 W. W هي وزن، يعني وزن الشخص. فالhorizontal force اللي هي القوة الأفقية تساوي 0.15 من وزن الجسم. وزن الجسم هو وزن الشخص هو اللي راح يمثل لي القوة العمودية المسلطة. شنو المسلطة على الأرض؟ استعدنا هاي الأرض وهذا الشخص. هذا الشخص عندنا. هذا الشخص من وزنه هو راح يمثل ال vertical component يعني الجزء العمودي من قوة الاحتكاك. فكلما كان وزن الشخص كلما كان وزنه كبير، يعني كلما كان وزنه عالي راح يؤدي إلى أنه شنو؟ إلى أن قوة الاحتكاك بين هذا الشخص وبين الأرض، قوة الاحتكاك المتولدة هنا بين الشخص وبين الأرض، أنه هاي شبيه القوة راح تزداد. وبالتالي إذا زادت هاي قوة الاحتكاك راح تؤدي إلى أنه شنو؟ إلى to prevent heel from slipping، راح تخلي الكعب مال القدم راح يثبت بالأرض، ما راح يتزحلق من يمشي الإنسان. ليش؟ لأنه الاحتكاك اللي صار ما بين القدم وما بين الأرض كانت قوته هي قوة كبيرة اعتمادا على الوزن اللي صار وزن الشخص. لأنه هذا الوزن كلما كان الوزن الشخص كلما كان وزنه كبير
راح يؤدي إلى أنه قوة الاحتكاك ويا الأرض شبيهة تزداد هاي القوة، وإذا زادت قوة الاحتكاك فراح تمنع عنا الهيل from slipping من أن نزدحلك من نمشي على الأرض. راح يمنع هذا الشيء عن طريق أنه قوة الاحتكاك كانت قوة كبيرة. Fraction inside the body، الاحتكاك شلون يكون داخل الجسم. أول شيء عندنا synovial joint اللي هي المفاصل الزلالية. The loading and motion condition يعني حالات الحركة، أو إنه من يكون أكو فد loading إنه أكو حمل بال synovial joint such as the hip. مثال على synovial joint اللي هو الهب، اللي هو يكون ما بين الفيومر وما بين الحوض، ما بين عظمة الفيومر وما بين عظمة الحوض يتكون الهب joint. are quite complex يعني إنه هذا الجوينت، هذا المفصل متسلط عليه متسلط عليه فد جهد loading أو حمل، أو من يصير حركة فهنا راح تكون هذا الشيء على الهيب جوينت راح يكون شيء quite complex يعني راح يكون فد شيء معقد. شلون يقول generally بشكل عام إنه the load during walking is a transient. خلال الحركة راح يسلط أكو شنو، راح يصير لود، أكو راح يصير حمل على هذا المفصل. هذا الحمل راح يكون شنو، راح يكون ترانزييت يعني شنو عابر أو مؤقت. and the maximum magnitude can be as high as 4-6 من وزن الجسم، راح يكون حوالي 4-6 من وزن الجسم. يعني شنو، يعني إنه خلال الحركة إحنا بحالة السكون أكو فد يعني لود معين، جهد معين من جسمنا مسلط على هذا المفصل، لكن خلال الحركة راح بسبب يعني وجود الجاذبية وإحنا دا نتحرك، فراح يؤدي إلى أنه هاي اللود الحمل اللي مسلط على الهب جوينت راح شنو، راح يزداد ويوصل إلى حوالي شنو، إلى حوالي 4-6 مرات، يزداد إلى 4-6 مرات من وزن الجسم. في حين while the motion is responding with an average angular velocity around 2 بالثانية، يعني انه الحركة احنا قلنا انه عندنا loading والموشن، بما انه هو قلنا انه loading انه دا يصير زيادة بالحمل على هذا المفصل خلال الحركة خلال المشي، فالاستجابة الموشن اللي هي الحركة responding لل average angular velocity راح تكون بحسب استجابتها حسب السرعة. يعني انه من يكون اكو حمل، fraction inside the body، الاحتكاك داخل الجسم. عندنا أمثلة، أول شيء عندنا synovial joints اللي هي المفاصل الزلالية، اللي قلنا إنه المفاصل الزلالية هي المفاصل اللي يكون يجمع يعني بالمفصل اللي هو التقاء العظمية، راح يكون أكو سائل زلالي اللي هو synovial fluid. The loading and motion condition in synovial joints such as hip are quite complex. يعني يقول انه هاي المفاصل اللي هي مثال عليها الهب، الهب جوينت هو مفصل، الهب هو المفصل اللي يصير ما بين عظمة الحوض وما بين عظمة الفيومر، ما بين ذني عظمتين راح يتكون الهب جوينت. تمام، فيقول انه بهذا المفصل اللي هو الهب جوينت انه حالات اللودينج، حالات الحمل، انه مسلط حمل على هذا المفصل ومن يسوي حركة بهذا المفصل راح شنو، راح تكون فتشي quite complex، فتشي معقد. شلون generally يقول انه the load during walking يعني انه الحمل خلال الحركة is transient مؤقت and يوصل الى maximum magnitude can be as 4-6 من وزن الجسم. يعني شنو، يعني انه احنا خلال ما نتحرك فالحمل، يعني احنا من الجسم يكون بحالة سكون اكو حمل معين
مسلط على هذا المفصل. لا، وخلال الحركة من راح نتحرك هذا الحمل راح يزداد بحوالي 4 إلى 6 مرات من وزن الجسم. بسبب شنو؟ يعني هسه احنا من اذا احنا واقفين بحالة السكون هو اكو حمل مسلط على هذا المفصل، من راح نتحرك هذا الحمل شنو هذا الحمل راح يصير بيه؟ راح يزداد، راح يكون حوالي 4 إلى 6 مرات من وزن الجسم، لانه هذا بتأثير الحركة. اذا نتحرك تأثير الجاذبية، تأثير الحركة راح يؤدي الى انه الوزن المسلط على هذا المفصل راح يزداد بحوالي 4 إلى 6 مرات من وزن الجسم. While the motion is responding with an average angular velocity around 2 رات بالثانية. يعني شنو يقول لنا؟ انه استجابة الحركة راح تستجيب بزاوية السرعة مقدارها 2 رات بالثانية. يعني انه الحركة من الصير بسرعة معينة مقدار هاي السرعة 2 رات بالثانية، يعني انه جسم من يتحرك بسرعة مقدارها 2 رات بالثانية، شو راح يسوي؟ راح يؤدي الى انه اللودينج الحمل المسلط على الجسم راح يكون مقداره حوالي 4 إلى 6 مرات من وزن الجسم. فهاي العلاقة ما بين اللودينج اللي هو الحمل والموشن، انه الحركة من تكون بزاوية من تكون ذات سرعة الزاوية محددة راح تؤدي الى انه تأثر على اللودينج اللي هو الحمل المسلط على المفصل. هاي بالنسبة لمن للساينوفيال جوينت. ثانيا عندنا البلورا. البلورا هي شنو؟ هي غشاء الجنب. شنو هذا غشاء الجنب؟ هذا عبارة عن غشاء مكون من طبقتين، يعني انه بجزئين، جزء يكون باتجاه الرئة وجزء لا خارجي اللي هو باتجاه يعني باتجاه الصدر. فهذين الجزئين يحيط بيناتهم، يعني يوجد بيناتهم سائل. هذا السائل حتى انه يعني كأنما يسوي ترطيب لهذين الطبقتين. هسه هاي هنا مثل ما مأشرة عندنا هاي الرئة، هاي هي الرئة، وهذا هي البلورة. هاي البلورة هذا هو غشاء الجنب. نشوف انه هذا غشاء الجنب هو محيط بالرئة، وهذا غشاء الجنب شنو بيه؟ بيه طبقتين. هاي الطبقة بهاي الطبقة اللي هي تكون باتجاه الصدر، وبهاي الطبقة الثانية اللي هي تكون باتجاه الرئة. وهذول الطبقتين هاي اللي الموجود بيناتهم هذا الأصفر اللي موجود بينهم هاي يسمونه البلورال سبيس، يعني مساحة بين طبقتين غشاء الجنب. هاي المساحة راح تحتوي على سائل، هذا السائل يفيد بالترطيب ويقلل لنا الاحتكاك. هو هذا البلورا اللي هو غشاء الجنب شنو فائدته؟ هذا انه هو كأنما يحمينا الرئة، يحميها انه من مثلا انه اثناء ما ناخذ نفس بالشهيق والزفير، فهي راح يخلي الرئة تتحرك براحتها بدون يعني ما تتأثر، او بدون ما انه كأنما تنظر بباقي الاجزاء اللي موجودة بالصدر. فهو محيط بيها محيط يعني محاوط الرئة ومنطيها حماية حتى ما تنضرب او انه تتصادم ويا الاجزاء الباقية اللي موجودة بالصدر. وكذلك وجود السائل بين طبقتي البلورا راح يكون كلش مهم على مود يسوي ترطيب ويقلل الاحتكاك. زين، فهو شو يقول انه الفراكشن also play an important role. الاحتكاك يلعب دور مهم ما بين النورمال فراكشن والاس بالديزيز. يعني هو اصلا هذا الاحتكاك راح يصير احتكاك. هذا الاحتكاك سواء بالنورمال يعني يلعب دور مهم سواء بالوظيفة الطبيعية أو حتى بحالات الأمراض اللي تتطور development between the lung and the chest wall. It is important to ensure effective lubrication between the pleural membrane. يعني لازم يقول لي نكون متأكدين إنه أكو ترطيب lubrication ترطيب effective فعال ما بين pleural membrane and low fraction. لازم يكون يعني السائل اللي موجود بيناتهم
بكمية زينة بحيث أنه يسوي لنا ترطيب بين الغشائين، وكذلك راح يكون بالتالي الاحتكاك قليل. And minimum shear stress راح يكون الستريس اللي ما بين ال two sliding membrane surface قليل during the breathing خلال التنفس. يعني لازم إنه إحنا نعرف لازم إنه يكون خلال التنفس، خلال أخذ الشهيق والزفير لازم يكون هاي الأغشية ما بيناتها ترطيب زين، يعني ترطيب بيناتهم بين الغشائين يكون بمستوى جيد يعني فعال effective، ولازم يكون الفراكشن قليل، الاحتكاك يكون قليل، حتى شنو، حتى بالتالي الرئة راح تؤدي وظيفتها الطبيعية بالتنفس بالشهيق والزفير. تمام، هاي هي البلو. النقطة الثالثة من الفراكشن اللي يصير داخل الجسم هي الفات باد and تندون. الفات باد هي شنو؟ هي عبارة عن مثل الأكياس، هيج أكياس دهنية صغيرة. يقول إنه الفات باد are masses، كتل of summarized adipose tissue، يعني كتل من النسيج الدهني، adipose tissue ونسيج الدهني، يعني مجموعة هيج دهون متراكمة سوية ومتكونة على شكل هيج كتلة أو كيس دهني. والتندون هو شنو؟ التندون هو الأوتار. الأوتار هي شنو؟ هي الأوتار اللي تربطنا ما بين، تربط العضلة بالعظم. يعني نفترض إنه هاي هسا عندنا عضلة وهذا عندنا عظم، فحتى ينشأ من العضلة، الوتر هو اللي ينشأ من العضلة ويرتبط بالعظم، فهذا هو شنو؟ يطلع من العضلة ويرتبط بالعظم، هذا هو التندون اللي شنو صحيح للوتر أو التندون أو الرباط. فهذول الفات باد والتندون هما شنو يعتبرون؟ commonly found and يعني هما شائعات and strategically located within the human body and to provide، يعني هما موجودات داخل جسم الإنسان وإلهم فائدة، عندهم mechanical advantage، فائدة ميكانيكية. هاي الفائدة الميكانيكية لمن؟ للmuscular skeletal system اللي هو الجهاز العضلي الهيكلي. هاي كأنما إنه هاي الفات باد هي تكون، الفات باد والتندونات هي موجودة وين؟ تكون يعني فائدتها بالجهاز العضلي الهيكلي اللي هو ارتباط العضلات بالعظام، فكأنما هي لها وظيفة ميكانيكية. كأن تكون هاي الوظيفة الميكانيكية إنه هي تقلل الاحتكاك اللي يصير خلال الحركة أو خلال تسليط قوة معينة، في وظيفتها إنه تقلل الفراكشن. تمام؟ بعدين قلنا إنه هاي الفات باد هي من مكونة، مكونة من واتر ومكونة من كولاجين. فات باد consists of water and collagen as extracellular matrix، يعني الكولاجين موجود بالقاعدة مالتها الخارجية، قاعدة الخلوية الخارجية بالماتريكس مالتها وبيها واتر. فإذا الفات باد والتندون هي إلهن ميكانيكال أدفانتج، أهم شيء نقول إنه هن إلهن ميكانيكال أدفانتج وين؟ ميكانيكال أدفانتج بالمسكولوسكيتال سيستم، بإنه راح يقللون الاحتكاك اللي يصير ما بين بالجهاز العضلي الهيكلي. تمام. بعدها أربعة عدة الآي. الآي العين normal function of the eye depend on، يعني حتى الوظيفة الطبيعية للعين تعتمد على إنه أكو effective lubrication، أكو ترطيب فعال، and minimum fraction لازم يكون أكو احتكاك قليل between the cornea القرنية وما بين الأيليد، ما بين يعني إنه حتى العين تشتغل بصورة طبيعية لازم يكون أكو احتكاك قليل وأكو ترطيب ما بين جزئين اللي هم من هما اللي هما القرنية والأيليد. يعني هذول الجزئين يصير بياتهم القرنية اللي هي القرنية هي approximately spherical in the central portion، يعني تكون عبارة كأنما القرنية اللي هي كأنما هي الجزء الشفاف اللي هو يكون نصف دائرة، تكون مدورة. فهاي القرنية ويا الجفن مع العين يصير بياتهم احتكاك، لأنه هذا السيرفس مالتها يكون not smooth، هذا السطح مالتها يكون مو ناعم، هذا سطحها يكون مو ناعم، بالتالي راح يسوي احتكاك
ويا من هي جفن العين. فالمفروض انه حتى العين تأدي وظيفة طبيعية لازم هذا الاحتكاك يكون قليل بيناتهم، ولازم شنو، لازم انه اكو لابريكيشن، اكو ترطيب، اكو ترطيب فعال حتى العين تشتغل بصورة طبيعية. تمام. فاذا الامثلة على الاحتكاك اللي يصير داخل الجسم هي اللي يصير بالساينوفيال جوينت وبالبلورة غشاء الجنب وبالفات باد والتندون، واخر شيء اللي هي بالعين. تمام. بعدها عندنا important forces، قوة مهمة. يعني شنو؟ only the gravitational and electrical forces are important in our study of the forces affecting the human body. احنا قلنا بالبداية انه القوة عندنا اربع انواع، اللي هي ال gravitational وال electrical والنووية القوية والضعيفة. فيقول لنا احنا بدراستنا لجسم الانسان نحتاج فقط قوة الجاذبية والقوة الكهربائية. تمام. One important medical effect of a gravitational force. يقول إنه قوة الجاذبية إلها medical effect، تأثير طبي. اللي هو شنو هذا التأثير الطبي؟ في تكوين is the formation of varicose vein in the leg. تكوين، تتكون varicose vein. varicose vein نقصد بها الدوالي اللي هي تصير بالرجل. As the venous blood travel against force of gravity on its way to the heart. هاي شنو معناه؟ يقول لنا انه الجاذبية داخل جسم الانسان شلون تصير. اول مثال عليها او اول تطبيق طبي للجاذبية بجسم الانسان هي الفاريكوس فين ان ذا ليج. احنا نعرف انه الفين اللي هي الاوردة، الاوردة اللي هي تاخذ الدم من كل الجسم، اللي هو الدم تاخذ الدم من كل الجسم وتروح بيه وين؟ تروح بيه للقلب. فبالليج اللي هي بالساق راح تجي هاي الأوردة تسحب، تاخذ الدم، تاخذ الدم من من القدم، من الفوت، من الليج، تاخذ الدم وترفعه للأعلى عم توديه للقلب. اذا هاي الأوردة ايش تسوي؟ دا تمشي باتجاه معاكس لاتجاه الجاذبية. الجاذبية هي تجذبها للأسفل، وهاي الأوردة يعني تتجه نحو الأعلى، تتروح للقلب. شنو اللي يساعد هاي الأوردة ويخليها تأدي وظيفتها إنه هي توصل الدم للقلب باتجاه الأعلى عكس الجاذبية؟ هي وجود صمامات، أكو فالف، أكو فالف صمامات. هسه هذا الوريد، هذا الوريد راح يكون بصمام انه هو راح يعبر الدم باتجاه الاعلى نحو القلب، بعدها راح يقفل هذا الصمام. صمام هنا يكون هيج اللي هو فالف، صمام. الصمام يكون موجود بالوريد، من يعبر الدم نحو الاعلى باتجاه القلب راح يقفل، ينسد هذا الصمام. من ينسد هذا الصمام حتى ما يخلي الدم يرجع لجوه يروح باتجاه الجاذبيه، لانه يريد يوصل للقلب، ما يريد يبقى متراكم بالقدم. هذا هو الشيء الطبيعي. لكن الفاريكوس فين اللي هي الدوالي شو راح يصير؟ بالدوالي يكون انه اكو خلل بالصمام، فهذا الصمام ما راح ينسد، راح يبقى مفتوح. بالتالي شو راح يصير؟ هذا الدم والجاذبيه راح تجذبه، فتخلي شنو؟ تخليه يتجه نحو الاسفل، يعني راح يبقى بالاورده، ما راح يطلع من الاورده ويروح للقلب، لا، راح يبقى متراكم متجمع بالاورده متجه نحو الأسفل باتجاه الجاذبية. هو اللي كان يمنعه أنه يتجه نحو الأسفل الصمام. إذا الصمام خرب أو صار به خلل، بالتالي راح يتجه نحو الأسفل، الدم راح يتجه نحو الأسفل باتجاه الجاذبية. فهذا الدم راح يتراكم وين؟ راح يتراكم، الدم راح يتراكم بالوريد. فهذا الوريد راح يطلع شكله أنه هو يصير به التواءات، وشكله راح يتخرب. ليش؟ بسبب أنه الدم متراكم به، نتيجة تراكم الدم. فهذا راح يصير، هاي الحالة شو راح نسميها؟ نسميها الفاريكوسي، اللي هي شنو؟ اللي هي الدوالي. اذا شنو معناتها الدوالي؟ يصير نتيجة انه اكو خلل بالصمام، ما راح يخلي الدم اللي موجود بالاوردة يتجه نحو القلب، وانما راح يتراكم بالوريد، فيغير لي من شكل الوريد ويكون للدوالي اللي هي الفاريكوسي فين. زين. Another
medical effect of gravity on bone، يعني هسه تأثير الجاذبية أخذناه مرة على يعني على الفينات بالأوردة، ومرة راح ناخذ تأثيره وين على العظام بالبون. The gravitational force on the skeleton، شلون يأثر على الجهاز الهيكلي؟ In some way contribute to healthy bone، يعني إنه الجاذبية تأثر على الجهاز الهيكلي بحيث تشارك أو تساهم بكون العظام تكون healthy bone، عظام صحية. If person become less weightless such as operating satellite، مثلا دول اللي يكونون بالفضاء، راح يصير بالفضاء الوزن شنو؟ الوزن يقل، فبالتالي إذا قل تأثير ثاني للجاذبية بجسم الإنسان أو another medical effect، يعني تأثير طبي للجاذبية هو على العظام. إحنا العظام تحتوي على معادن مثل الكالسيوم فوسفات أضعف، يعني أشياء هواية غيرها، فاللي يحافظ على تماسك هاي المعادن داخل العظم هو الجاذبية، تخليها مترتبة ومتماسكة داخل العظم ما تطلع برا العظم، هي وجود جاذبية راح تحافظ على تماسكها داخل العظم، تماسكها ووجودها بترتيب معين داخل العظم. فمن تكون جاذبية ماكو، من تقل الجاذبية راح يؤدي إلى إنه شنو؟ إلى إنه التماسك والثباتية مالت هاي المعادن داخل العظم راح تنفقد. إذا فقدت المعادن من العظم راح تقل كثافة العظم وتقل كتلته، بالتالي شو راح يصير بيه؟ راح يتعرض إلى راح يصير مشاكل بالعظم، مثل يصير الأوستيوبوروسيس اللي هو هشاشة العظام وغيرها. فيعني انه احنا الجاذبية هي مهمة بالعظام، ليش؟ لانه تحافظ على وجود المعادن داخل العظم، اذا فقدت الجاذبية راح تنفقد المعادن داخل العظم، فالعظم يتعرض الى مشاكل وامراض مثل هشاشة العظام. فيقولنا انه the gravitational force، قوة الجاذبية على السكيلتون الجهاز الهيكلي، in some way contribute to healthy bone، يعني يشارك بكون العظام صحية. If person become weightless، يعني راح يقل وزنه، such as in operating satellite، يعني دول الأشخاص اللي راح يكونون بالفضاء، هذول الأشخاص راح هناك بالفضاء شنو راح يصير؟ اللي راح يصير إنه الجاذبية راح تنفقد، راح تقل الجاذبية، يعني راح يكون عندهم weightless، وزنهم راح يقل لأنه قلت الجاذبية. إذا قلت الجاذبية بالتالي راح تأثر على العظام، شلون؟ مثل ما قلنا انه راح تؤدي الى انه هاي المعادن الموجودة داخل العظم راح تأثر على تماسكها داخل العظم، بالتالي راح تطلع من العظم، فكميتها راح تقل داخل العظم، العظم يصير معرض للأمراض مثل هشاشة العظام. فيقول انه he may lose bone mineral، راح يفقد معادن العظم، and may be serious problem in very long journey، يعني خاصة لو يبقون بالفضاء لمدة طويلة هذا الشيء راح يكون إلى تأثير خطير عليهم. تمام، إذن هسه شو نقول؟ نقول إنه تأثير ال gravitation اللي هي الجاذبية، gravity أثرت يعني كتأثير على الجسم، تأثيرها الإفكت مالتها on body، تأثيرها على الجسم من ناحيتين، إنه مرة هي أثرت لي على الفين اللي هي الأوردة، وأثرت لنا على العظم، أثرت لنا على الفين بأنه سوت لنا شنو؟ ممكن إنه تسوي لنا الفاريكوسي اللي هي حالة مرضية، وتأثيرها على العظم ممكن إنه إذا ماكو جاذبية راح شي يصير، راح يسوينا لوز بالمينرال اللي هي المعادن. تمام، هنا شو يقول لنا؟ يقول إنه the gravitational force thought very much though very much weaker than electrical force، مثل ما قلنا بالبداية إنه أضعف شي عندنا هي قوة الجذب، القوة الجاذبية، ويعني راح تكون يقول إنه هي أضعف من القوة الكهربائية بمقدار بفاكتور مقدار 10^-39.
أقوى منها بهذا المقدار. تمام. Electrical force in the body. القوة الكهربائية بالجسم. Control and action of our muscle is primarily electrical. يعني إنه السيطرة والعمل الأكشن العمل مع عضلاتنا هو يكون كهربائي. شلون؟ The force produced by muscle are caused by electrical charge. يعني يقول إنه القوة اللي تنتجها العضلة إحنا مو هي العضلات تساعدنا بالحركة تنتج لنا قوة. فالقوة اللي تنتجها العضلة شلون أنتجتها؟ أنتجتها عن طريق الإلكتريكال تشارج، الشحنات الكهربائية. Attracting opposite electrical charge. الشحنات الكهربائية راح يصير تجاذب ما بين الشحنات السالبة والموجبة. فيقول إنه each of trillion of living cell in the body has electrical potential difference. يقول إنه عندنا تريليونات الخلايا living cell، الخلايا الحية موجودة بالجسم، عندها شنو؟ عندها electrical potential difference، عندها اختلاف بالجهد الكهربائي across the cell membrane. إنه شنو؟ عندنا هذا سنعتبر انه هذا السيل ممبران. هذا السيل ممبران يقول انه يصير الجهد الكهربائي عبر هذا السيل ممبران يكون مختلف. ليش؟ انه هنا حسب اختلاف الشحنات، هنا اكو شحنات موجبه كثيره وسالبه قليله، بالعكس من هاي مثلا داخل الممبران، يعني داخل الخليه، خارج الخليه مثلا انه راح تكون عندنا شحنات سالبه قليلة، شحنات سالبة كثيرة بالمقابل شحنات موجبة أكثر. فيعني إنه الجهد الكهربائي داخل وخارج الغشاء يختلف، فإذا اختلف هو اللي راح يساهم بإنتاج يعني ينطي قوة للعضلة. وهذا هو يتم شلون؟ عن طريق يعني تفاصيل هواية، إنه أكو الجزيئات ذات الشحنة الموجبة وذات الشحنة السالبة، وشلون انه هي تنتقل من داخل الخلية وخارج الخلية وراح تأثر على جهد الفعل. فاحنا هو كيف شيء بسيط نعرفه، انه القوة اللي العضلة تستمد قوتها عن طريق الشحنات الكهربائية، واللي هي من تجي تجي من انه اكو جدار خلية. هذا جدار خلية عبره راح يكون يعني خلال هذا الجدار الخلية الالكتريكال بوتنشيال الجهد الكهربائي يختلف، فيؤدي الى انه راح يصير اكشن بوتنشيال، يصير جهد الفعل، يصير جهد الفعل راح تنطي طاقه للعضله. تمام. This is a result of an imbalance of the positively and negatively charged ion on inside and outside the cell. يعني يقول لنا انه هاي الطاقة راح تنتج نتيجة انه مثل ما قلنا انه اكو عدم توازن ما بين البوزيتيف والنيجاتيف تشارج ايون، الايونات ذات الشحنة الموجبة والسالبة بداخل وخارج الجدار الخلية. فهو انه مو اكو شحنة، يعني اكو ايونات ذات شحنات موجبة وسالبة بكميات مختلفة داخل وخارج الخلية، راح يؤدي الى انه هذا الاختلاف بالشحنات يؤدي الى انه يحدث بطريقة معينة، راح تنتج شنو؟ راح تنتج الفورس اللي هي الطاقة مع العضلة. تمام. The resultant potential difference is about، راح يؤدي إلى أن يصير إنه أكو potential difference، الاختلاف بالجهد عبر الغشاء راح يكون بمقدار 0.1 فولت، اللي هو هذا عندنا الغشاء، الاختلاف بالجهد عبر هذا الغشاء شقد راح يكون؟ راح يكون 0.1. How forces affect the body. We are usually unaware of important forces inside the body. For example, يقول إنه أكو طاقات مهمة موجودة داخل جسمنا بس إحنا يعني unaware، ما مدركين بيها أو ما مركزين بيها، اللي هي muscular forces that cause the blood to circulate and lung to take in air. يعني شنو؟ يقول إنه عندنا القوة العضلية، هاي القوة العضلية اللي هي راح تساهم بحركة الدم بالسيركوليشن بالدورة مالته، وكذلك تخلي الرئة تاخذ هواء من خلال انه هي العضلات من راح تتقلص وتؤدي الى انه يرتفع الحجاب الحاجز وينخفض الحجاب الحاجز، اللي هي هاي كلها راح تأثر اثناء ما الرئة تاخذ هواء وتطلع هواء، هذا كله يحتاج طاقة عضلية.
فهاي الطاقة العضلية أو القوة العضلية، يحتاج كلها قوة عضلية. هاي القوة العضلية يعني هي قوة إحنا ما مدركيها أو ما مركزين عليها، ولا هي لها دور مهم مثل ما دا يصير بالرئة. كذلك كمان بالعظم، بالعظم there are many crystals، أكو كريستالات of bone mineral من المعادن. هاي الكريستالات تحتاج الكالسيوم، فحتى الكالسيوم أتوم ذرة الكالسيوم تكون will become part of a crystal if it is if it gets close to natural place for calcium and electrical forces are great enough to trap it. يعني يقول لنا إنه داخل ال يقول لنا إنه داخل العظم أكو مثلاً نفترض هاي كريستالة، وهاي كريستالة لازم الكالسيوم جزء من عدها، فالكالسيوم إلى مكان معين داخل هاي الكريستالة، الكالسيوم إلى مكان معين داخلها، فذرة الكالسيوم اللي مثلاً عن طريق دخل للعظم وإجا يريد ينضم لهاي الكريستالة راح يلقى إنه هذا الكالسيوم راح يلقى إلى أكو مكان معين اللي هو هذا المكان، فراح يجي الكالسيوم ويدخل لهذا المكان المخصص إله. اللي يساعده شنو؟ اللي يساعده هي الالكتريكال فورس are great enough to trap it، كأنما هي اللي راح تلتقطه من الخارج وتدخله داخل هاي الكريستالة حتى يصير بالداخل. فهاي القوة الكهربائية يقول لنا انه هي مهمة حتى تخلي الكالسيوم يدخل داخل الكريستالة اللي هي تكون موجودة داخل العظم، واللي هي فتشي مهم بالعظم. تمام؟ forces